بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين. بسم الله بسم الله نبدأ. عدنا إليكم أحبتي الكرام في فيديو آخر سأشاركه معكم، وهو يتعلق بتعاوني مع المدير الإقليمي للصناعة التقليدية بخنيفرة والجماعة الترابية بمريرت، معرضا للضربية تحت شعار الضربية الضيانية المرابطية تراث واستثمار. ان شاء الله غادي ندير واحد الدور ان شاء الله، وغادي نستشروا اي واحد غنستشروه باش نديروا هاد الدوره. وان شاء الله حنا كنشوفوا ما شاء الله كاينين الناس، وكاين هنا خيام مراصه وحده كل وحده حدا الاخرى، وكل حاجه كل منتوج. وعلاش كيدور؟ حنا غادي نبداو ان شاء الله اولا من هاد البلاصه هادي اللي هي تعاونيه ديال بودور. ان شاء الله. السلام عليكم. ممكن تصوير؟ ممكن تصورك؟ ممكن هكا ندير فيديو؟ ممكن على حسابك. ارجع فيديو عندي قناه باغي ندير شيك. ما واش قناه في يوتيوب؟ اه في يوتيوب. ممكن ما ممكنش، ما عنديش مشكل، ما كاينش. شكرا، حياك الله، بارك الله. السلام عليكم، حياك الله. السلام عليكم. ممكن كندير واحد الفيديو؟ ممكن. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ان شاء الله هذا واحد المنهج ديال الزربيه الزيانيه المتواجده بمنطقه خنيفره الاطلس المتوسط. وحنا كنشوفوا ما شاء الله شيء يذكرنا بثقافتنا الامازيغيه والحروف تيفينغ. كل ضربية عندها تاريخ، وكل سلهام عنده تاريخ، والغناسة عندها تاريخ، يعني كل حاجة جات في الوقت ديالها. وكنشوفوا هاد الشيء ما شاء الله. وغادي نسولوا هاد السيد هذا اللي غادي يعطينا واحد نبدا على هاد الشيء. يقول لي ماشي مشكل، يعني المهم حنا كنعرفوا الحربل، وكنعرفوا الحربل هو هذا ما شاء الله، الحربل الامازيغي. وهذه وسادة امازيغية كذلك، وهذه كذلك وسادة امازيغية مع الحيك. هذا كيتسمى الحيك، الدرة ديال الامازيغ. وهذا صاك ديال المرأة الامازيغية كانت كتستعملو، كدير فيه مواد جميلية لها ومسائل ديالها. وكنشوفوا هنا السلهام المغربي الامازيغي القح ما شاء الله. وكنتمنى ان شاء الله الناس تزور هذا المعرض هذا ما شاء الله بمنطقه مريرت عماله خنيفره اقليم خنيفره عماله بني ملال. شكرا اخي الكريم، حياك الله. وندوزو عاوتاني لواحد المكان اخر. السلام عليكم. ممكن صورة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هنا كنشوفوا ملابس أمازيغية التي تشير إلى التراث الأمازيغي القح. وهنا نرى الجلباب، وكذلك هذا يسمى ب تيسديت أو يسدي، راه شويه ما لقيتش مول سميتو، ما كنعرفش شي حاجه ما كنعرفوش. وهذا القفطان الامازيغي كذلك، كنشوفوا هذا الشيء ما شاء الله ما شاء الله القفطان. وهذا الحيك، هذا الحيك الصحراوي الامازيغي هو كذلك، وفيه رموز الحروف تيفينغ ما شاء الله. وكنشوف هنا شي مسائل اخرى ما شاء الله. وهنا الدرور هادو كيتسموا الدرور ديال الامازيغ، وكيشاركوا حتى المناطق الجنوبيه عندها هذا الشيء التراث، يعني يشاركونا جنوب المغرب في تراثنا ما شاء الله. وكنتمنوا لهم مسيره موفقه ان شاء الله. السلام عليكم. نشوفوا عاوتاني ندوزوا للاماكن الاخرى اللي فيها. ممكن صورة خمرة. هنا ما شاء الله، هنا ديكورات
ديكورات ما شاء الله بصنع اليد ما شاء الله. وهناك بعد منها تونير أضواء ما شاء الله. وهنا أحجار كريمة، يعني أحجار كريمة مع كذلك نرى الجهة إن شاء الله. ما شاء الله أخواتي هنا ما شاء الله. وهنا أحجار كريمة غدا ديكورات أحجار كريمة. الكوارت كاين الكوارت كاين بعض المعادن وهنا نرى درس هنا الدرس هنا كنشوفوه ما شاء الله. ها هو كنشوفوه ما شاء الله. ديكورات باش نسمع هذا اخي الكريم. هذا حجر كريستال كنلقاوه، حجر هذا كوارتز. كوارتز ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الاحجار الكريمه التي تصنع منها ديكورات وداخلها اناره ما شاء الله. شكرا لهذا الصانع هذا، وكنتمنوا ليه مسيرة موفقة ان شاء الله في المطار ديالو، ونشوفوا جهة اخرى ان شاء الله. شكرا اخي الكريم. شوفوا نفس هناك ذلك. السلام عليكم، ممكن صورة؟ ممكن. مرحبا صورة. بسم الله الرحمن الرحيم. نشوفوا هنا ان شاء الله. اش تسميو هذه؟ هذه قندورة. قندورة ديال الامازيغ. الامازيغ ولكن يشاركون في المنطقة الجنوبية ديال الصحراء. مرحبا ما شاء الله. وهذا قفطان، القفطان المغربي المحض والامازيغي المطرز. الطرز تاش من طرز؟ هذا الطرز طرز فاسي ما شاء الله. الطرز الفاسي راه كاين الجزائريين تيقولوا لنا لا وانتوما لا وانتوما. الطرز ديال المراه المغربيه الحره، المراه اللي كدير بيديها ماشي كتخدم باش كيقول لي شي حاجه اللي ما كايناش ما شاء الله. كنتمنوا هاد الانانيه ديال هاد المراه هذه ان شاء الله يبقاو دائما محفوظين، وان شاء الله كنتمنوا لها مسيره موفقه ان شاء الله. وكنشوفوا هاد الزواقه هذه اللي كاينه في هاد الدراع، حتى هي هذوك ايناب ديال الطبالي. ايناب ديال الطبالي ما شاء الله، فيها حتى هي رموز من الحروف تيفيناغ الامازيغيه ما شاء الله. شيء جميل شيء جميل. كنتمنى ان شاء الله مسيره موفقه ان شاء الله. وهنا البلغه اش يقول الامازيغيه مصطنعه باليد الامازيغيه ما شاء الله على الناس هادو. وكنتمنى هادو السيد ديال الامازيغ ما شاء الله. كاينه بالالوان كل لون